المخططات اللي فاتت دي كانت من خلال رحلتي لإيطاليا اللي سافرت ليها بأرخص تذكرة طيران في حياتي. التذكرة كانت في حدود 10 يورو من مدينة العقبة الأردنية إلى العاصمة الإيطالية روما عن طريق الطيران الاقتصادي منخفض التكاليف. في الحقيقة أنا بشجع الناس إن هي تستخدم الطيران ده علشان تقدر إن هي توفر أكبر قدر من الفلوس. والحمد لله أصبح العديد من الدول العربية تستخدم وتتعامل مع الطيران ده، وخصوصا بعد نجاح التجربة الأردنية والتجربة المغربية اللي هم أول دولتين اتعاملوا مع الطيران ده، واللي هقول لكم عليها خلال التقرير اللي جاي. فخلينا بقى مع بعض نبدأ التقرير وأقول لكم عن تاريخ الطيران الاقتصادي وأول دولة في العالم اتبنت الفكرة دي. يلا بينا. في شهر ديسمبر 2001 أعلنت ماليزيا عن أول شركة طيران منخفضة التكاليف في العالم، وهو طيران إير آسيا بفكر جديد ونظام جديد بيساعد جميع الأشخاص بالسفر نظرا لقلة تكاليفه وميزانيته. بس عشان تاخد ماليزيا الخطوة دي اتغلبت على جميع المشاكل والمتاعب اللي واجهتها، ومن أهمها إلغاء الضرائب على الطيران، وكان لازم أيضا يتم إلغاء الضرائب من الدولة الأخرى. وهنا اجتمعت ماليزيا مع 5 دول مجاورة ليها علشان يتم التشاور بإنشاء أول طيران اقتصادي هيساعدهم على تطوير وتعزيز القطاع السياحي لجميع الدول. وهنا اجتمعت ماليزيا مع تايلاند وسنغافورة وأندونيسيا والفلبين وفيتنام. وهنا اعترضت تايلاند لأن مطار بانكوك كان تاني مطار في قارة آسيا بعد هونج كونج من حيث عدد الرحلات والترانزيت، ومن الصعب إدخال طيران جديد من غير ضرائب لمدرج المطار. ومن هنا كانت الفكرة اللي فضلت لحد النهاردة ماشي عليها الطيران ده، وهو إن الطيران يقف في مكان بعيد عن مدرج المطار وبيتم نقل الناس بالبساط من الطيارة إلى المدرج، أو إن الطيارة تقف قريبة والناس تمشي نظرا لأن الدولة أو المطار غير مستفيد من الطيران ده بعدم دفع الضرائب. أما الفلبين بقى فكانت فكرتها إن الطيارات تنزل في مطار تاني غير المطار الرئيسي ده في حالة إذا كان في مطارين في المدينة. وبالفعل تم الاتفاق بين الدول، وكان الهدف من الطيران ده هو غير ربحي وإن التذاكر تكون رخيصة جدا لمساعدة الناس في السفر والتنقل، وخدمة البيع تكون عن طريق الإنترنت، وعدم إعطاء الخدمة لأي وكالة من وكالات السفر والسياحة علشان ما يكونش في ربح في الموضوع، وكمان الخدمة غير موجود بيها أي نوع من الترفيه أو الخدمات، ولو عايز أنت تضيف أي خدمة لازم تدفع مقابلها، ده حتى في بعض الأحيان الكراسي بتكون ضيقة لاستيعاب أكبر قدر من المسافرين. وفي خلال سنة واحدة بس اتفوق مطار كوالالمبور على مطار بانكوك وهونج كونج، وأصبح المطار رقم 1 في آسيا من حيث عدد الرحلات والترانزيت، وانتعشت السياحة في جميع الدول، وأصبح من الممكن إنك تزور 3 دول مع بعض ب$100 بس. وأصبح طيران إير آسيا هو الطيران المفضل لأي شخص بزور دول جنوب شرق آسيا. وفي سنة 2006 عمل طيران آسيا حوالي 1,000,000 رحلة، وده رقم قياسي ما قدرتش أي شركة طيران إن هي تعمله. بعد النجاح ده حاولت ماليزيا إن هي توسع شبكة طيران إير آسيا، وحاولت تدخل مناطق أخرى زي الصين والهند، بس الصين هنا رفضت فكرة إلغاء الضرائب لأنها دولة اشتراكية ما بهمهاش حرية التنقل. بس الصين عملت على تخفيض الضرائب للنص، وهنا الخطأ اللي ارتكبته ماليزيا لما وافقت على النقطة دي، لأنها خلت طيران إير آسيا محتكر في منطقة واحدة بس هو منطقة جنوب شرق آسيا. عشان كده هتلاقي إن أسعار التذاكر بين ال5 دول اللي قلناهم وعملوا اتحاد بين شركة إير آسيا رخيصة جدا، أما أسعار التذاكر بين الدول الأخرى هتلاقيها مرتفعة شوية نظرا للضرائب المفروضة، وده السبب اللي خلى طيران إير آسيا ما ينتشرش بقوة في كل قارة آسيا بعكس قارة أوروبا اللي نجحت وحققت طيران اقتصادي لكل قارة أوروبا بل وخارج قارة أوروبا. تعالوا نشوف قارة أوروبا عملت ايه. أوروبا لما شافت نجاح طيران إير آسيا معظم الدول الأوروبية ابتدى ان هو ينشئ طيران اقتصادي، والحلو في أوروبا التنوع والصرامة في القوانين، فعلشان كده أوروبا أنشأت أكتر من 10 شركات في وقت قصير جدا زي طيران رايان إير وإيزي جيت وويز إير وترانزافيا وتوي فلاي البلجيكية وغيرهم. ده حتى دولة مالطا حولت طيرانها الرسمي إلى طيران اقتصادي منخفض التكاليف علشان تقدر إن هي تجذب أكبر عدد من السياح. وسنة 2016 كانت شركة رايان إير أكبر شركة في أوروبا من حيث نقل عدد المسافرين في قارة أوروبا، لأنها قامت بنقل 1,000,000,000 شخص مسافر. أنت متخيل الرقم 1,000,000,000 شخص؟
ولما حاولت شركة رايان إير التوسع خارج قارة أوروبا اتجهت لدول شمال أفريقيا، بس دول شمال أفريقيا رفضت فكرة إلغاء الضرائب، وهنا شركة رايان إير كانت صارمة جدا في الموضوع ده على طول ورفضت التعامل مع دول شمال أفريقيا. وهنا بنشوف الفرق في الصرامة بين الشركات الأوروبية وشركة إير أسيا في تعاملها مع الصين لما رفضت إلغاء الضرائب. بس المغرب هي الدولة الوحيدة اللي وافقت على إلغاء الضرائب وتعاملت مع شركة رايان إير، وكانت أول دولة عربية تتعامل مع الشركات دي سنة 2018. وبعدها بفترة قصيرة وقعت الأردن أيضا مع شركة رايان إير وشركة إيزي جيت. كلفة الطيران بشكل عام عمالها بتكون مرتفعة للأردن، فعمالها بتكون معيقة ويمكن تكون سبب أنه المسافر ما يوصل للأردن أو ما يجي لعنا. فاليوم إحنا لما منوفر هذا النوع من الطيران إحنا عمالنا منفتح المجال وعمالنا منوفر للمسافرين الوسيلة اللي هم عمالهم بدوروا عليها أنهم يجوا على الأردن. إحنا متأكدين أنه في رغبة في الأردن، في رغبة لزيارة الأردن، ولكن مرات عدم وجود الخطوط أو ارتفاع أسعار الوصول لعنا أو للبلد عماله بيكون عائق. وفي سنة 2019 أعلنت الأردن في شهر أوغست عن السائحة رقم 1,000,000 تدخل مدينة البتراء. أنت متخيل الرقم؟ يعني 1,000,000 زائر خلال عام واحد بس لأول مرة في تاريخ الأردن. ده غير آخر سنة 2019 لما أعلنت الأردن عن إحصائية آخر العام إن المجال السياحي ضارب رقم قياسي متفوق على كل المجالات، وده يبين قد إيه إن الدول اللي بتتعامل مع النوعية دي من الطيران بيحصل ليها طفرة سياحية رهيبة. وبعد نجاح التجربة الأردنية والمغربية مع الطيران الاقتصادي قامت تونس والجزائر ومصر ولبنان بالتعاقد والتعامل مع الشركات دي نظرا للإقبال الشديد عليها. ودي كانت قصة الطيران الاقتصادي منخفض التكاليف. وزي ما انتوا شفتوا ان العديد من الدول العربية اتعاقدت مع الطيران الاقتصادي منخفض التكاليف، وفي الحقيقة ان الطيران بين الدول العربية مكلف وغالي. يعني انت مثلا عشان تزور مثلا تطلع من الاردن على المغرب او تونس او الجزائر تمن التيكت هيكون $500، لكن انت اذا استخدمت الطيران منخفض التكاليف بين الدول العربية ممكن يوصل التيكت $60-$70. يعني مثلا أنا لما طلعت من الأردن على إيطاليا في الحقيقة أنا ما كنتش ناوي أن أنا أطلع على تونس، فكلمت أحد أصدقائي في تونس فلقيته بيقول لي أن سعر التيكت على تونس رخيص، فاستعملت طيران إيزي جيت من مطار روما لتونس في حدود $20 والرجعة كانت في حدود $23 مع تذاكر إيطاليا الأردن، يعني كلها ما كملتش $70. فهي فرصة حلوة برضو لزيارة الدول العربية. سوق العطارين باتجاه جامع الزيتونة. الحقيقة هتبقى عندك الفيزا لأوروبا صعبة جدا، يعني معقدة، بس في عندك كذا نوع من الفيزا، في عندك فيزا ترانزيت، في عندك الفيزا السياحية، وان شاء الله هنتكلم عن موضوع الفيزا في حلقات تانية. بس وبكده اذا خدت الفيزا بتقدر انت تلف اوروبا وتلف الدول العربية. في الحقيقة دي كانت رحلتي لتونس مع ايطاليا يعني، وكنت ناوي ان شاء الله ان انا اطلع على المغرب، بس للأسف حصل موضوع كورونا، والحصل اللي هو اخطر من فيروس كورونا، وان انا لما قلت لصديقي ان انا طالع على المغرب نبر عليا وضربني عين صح، فكان تأثيره أخطر من كورونا. يا زلم انت مسافر على المغرب؟ ما انت الشهر اللي فات كنت بتونس. يا زلم انت محسسني تونس والمغرب بالشارع اللي ورانا. $70؟ يا ابن المحظوظة. طب خدني معاك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. ان شاء الله في الحلقات اللي جاية هنتكلم عن الهوستيلات والروم شيرينج، الغرف اللي هي مع عدة اشخاص، ازاي ان انت تقدر تاخدها 6-7 يورو، وزي ان انت تعمل رحلة يعني تقعد فيها 4-5 ايام ما تكلفكش 150-200 يورو مع كامل مصاريفك. الى اللقاء. Caro amico ti scrivo così mi distraggo un po'. Intonato sì. E siccome sei molto lontano più forte ti scriverò. Da quando sei partito
c'è una grossa novità. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontano, più forte ti scriverò. Da quando